في الفترة الأخيرة انتشرت مقاطع وصور لانتشار أسماك القرش في البحر المتوسط بشكل كبير، وآخر الحوادث اللي انتشرت حصلت في خليج كيفيرنا. إحنا نعرف حوالي 400 نوع من أسماك القرش. البحر المتوسط بيحتوي على 47 نوع فقط من أسماك القرش المعروفة، والمعروف عن هجمات القرش إنها خطيرة نوعا ما. البحر المتوسط حصل في 25 هجمة، 14 منها كانت قاتلة، ومعظم الهجمات كانت في السواحل الكرواتية. فإيه رأيك لو ناخد رحلة نتعرف فيها على أسماك القرش في البحر المتوسط؟ وفي اخر الفيديو هطمنك على مستقبل المصيف. انا علاء ابو الدهب وانت بتتفرج على قناة سوق العلوم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. اوعى تطلع من الفيديو عشان هتستفاد. البحر المتوسط بيحتوي على انواع كتير من اسماك القرش، فيها القاتل وفيها الودود واللي ما بيشكلش خطورة على الناس. ولو بتخاف من سمك القرش احب اقولك ان سمك القرش بيقتل حوالي 10 اشخاص سنويا، بينما البشر بيموتوا حوالي 150 مليون سمكة قرش سنويا. فلو هتخاف من حد خاف من البشر. ومن القروش اللي موجودة في البحر المتوسط قرش النمر الرملي، وده يعتبر ابن عم القرش الابيض، ومع ذلك ما حصلش منه اي هجمات على البشر، وطوله بيوصل ل 2.5 متر، وبيحب التواجد في اول 200 متر في البحر. تقدر تتعرف عليه بسهوله من خلال جسمه الضخم وراسه المدببه والبقع البنيه المحمره على ظهره. وعموما هو حيوان بطيء وبيخاف على نفسه، فلو ما كنتش ناوي تصطاده ولا تاكله فمش هيعمل لك حاجه. اما عن القرش الجميل اللي قدامك ده، فهو القرش متراك الراس، يسمى برضه باسم راس المتراكه الكبير، وده طوله بيوصل ل 4.5 متر، وفتحة بقه صغيرة جدا، وفي منه أجناس مختلفة، وكلام الغواصين عنه مختلف. في اللي قالك إنها خجولة وما بتقربش منك، وفي اللي قال إن السمكة ما بتخافش وبتهاجم الغواصين بكل جراءة، ولكن في جميع الحالات هجمته نادرة جدا وغير مؤذية. أما بقى القرش ذو الزعانف السوداء أو اللي بيعرف بالقرش الأسود، ده بيتواجد قرب السواحل عند مصبات الأنهار، وطوله حوالي 1.5 متر، وهو قرش خجول جدا، إلا إنه سجل عدد من الهجمات على البشر لا بأس بيه، والصيادين بيحبوا القرش ده جدا لانه بيطلع منه حاجات كتير مفيدة للبشر زي زيت كبد القرش مثلا. وعشان كده القرش ده يعتبر مهدد بالانقراض بسبب انه بيتكاثر بشكل بطيء وبيتم اصطياده بكميات كبيرة. والقرش ده اجتماعي جدا، بيعيش في مجموعات بتوصل ل10 قروش او اكتر، وما بيهاجمش الا لو نزلت له باكل في البحر، ساعتها يبقى عنده حق انه يقتلك. برضه مصمم انك تخرج من الفيديو، خليك معانا، البلد دي احسن من غيرها. اما بقى عن اكثرهم شهرة، فهو قرش الثور، وده بقى حكايته حكاية، ويعتبر من اشهر انواع اسماك القرش في العالم، وتسبب في 121 هجمه على البشر، وكان من ضمنهم 26 هجمه مميته وغير مبرره. وبيعتبر قرش الثور عدواني جدا ومن اخطر انواع اسماك القرش في العالم، وخطورته دي بتحصل نتيجه انتشاره بالقرب من البشر اكتر من الانواع الاخرى. بيقدر يعيش في الميه المالحه والعذبه في نفس الوقت. وعشان اطمنك، تم رصد اسماك قرش الثور في اماكن عمقها قليل ممكن يتواجد فيها البشر، والقرش ده طوله بيوصل ل 3.5 متر تقريبا. أقوى أسماك القرش في العالم وزعيم القروش في البحر المتوسط، القرش الأبيض العظيم، وده يعتبر أكبر قرش في العالم حالياً بطول يصل ل6 متر، والنوع ده من أسماك القرش اتعمل عنه أفلام كتير جداً بسبب حجمه الهائل وبسبب خطورته على البشر، وكان مسؤول عن 354 هجمة على البشر، منها 57 حالة أدت إلى الوفاة، وبما إن حجمه كبير فهو بيهطم من 9 ل 14 كيلوغرام في الأطمة الواحدة من الفريسة، وكمان النوع ده بيهاجم القوارب الصغيرة وأوقات كتير بيكسرها. وفي الغالب بيعيش في اماكن بارده وعميقه، ولكن في نفس الوقت مسؤول عن الهجمات على البشر اكتر من اي نوع تاني في العالم. قوه عضته بتقدر ب 4000 بي اس اي، ودي بتخليه في المرتبه الثالثه بين الحيوانات. ومش بس دي الانواع اللي موجوده في البحر المتوسط، زي ما قلنا في انواع كتير جدا زي سمكه قرش الحليب، واللي سبب تسميتها اعتقاد الهنود ان اكلها بيزود حليب الرضاعه، والقرش الحريري واللي يعتبر اكتر اسماك القرش انتشارا وبيتواجد على عمق 50 متر تقريبا، وسمك القرش الكلبي وسمك القرش القططي وغيرهم كتير جدا من اسماك القرش، منهم اللي صغير زي ما قلنا وما بيأذيش، ومنهم اللي كبير وبيعور. ولان السمكه دي بقى شكلها جميل فانا لازم اذكرها لك، وهي سمك القرش الدراس، اللي بناخد منه زيت كبد القرش وبنعمل احلى شوربه قرش من زعانفه، وخصوصا زعنفته الزيليه اللي شبه السيف. وبرده لازم تعرف ان عدد الناس اللي بتموت من وقوع تلفزيون عليهم حوالي 29 شخص. انا عارف ان دي حاجه غريبه جدا انك تسمعها، ولكن دي دراسه موجودة فحبيت اقولها لك. فتخيل ان التلفزيون اخطر من اسماك القرش كلها مجتمعة، وعشان كده اسماك القرش كائنات لطيفة ونادرا لما بتهاجم البشر، ومعظمها مهدد بالانقراض بفضل البشر. وعشان كده ما تقلقش من القرش، بس ما تروحش تصطادها ولا ترمي اكل او دم في البحر، لان الحاجات دي هتجذبهم ليك، فروح المصيف واستمتع. معظم القرش ناحية اوروبا كمان مش ناحيتنا. وبس كده يا سيدي، استفدت؟ ما تنساش بقى تعمل اللايك الجميل بتاعك واشتراك في القناة، واشوفك في فيديوهات جاية. سلام.